السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واخباركم يا رب تكونوا بخير ان شاء الله تعالى. في فيديو النهاردة هنتعلم ازاي نقصر بنطلون شروال او بنطلون فيه اسورة من تحت، وازاي نشيل منه الزيادة اللي احنا محتاجينها، وازاي نقدر نرجع نركب الاسورة تاني ويبقى شكلها نظيف وتطلع بشكل احترافي جميل كأننا ما عملناش فيه اي شغل زي الجاهز بالظبط. اول حاجة طبعا بنعملها ان احنا بنحدد المسافة اللي احنا محتاجين نقصرها، وبنحط الرجلين على بعضها كده بالتساوي ويكونوا مظبوطين، ونشيل الزيادة اللي احنا محتاجين نشيلها بالشكل ده كده. الخطوة التانية ان احنا بنبدأ نفك الاسورة او نفصل الاسورة عن القماش اللي احنا شلناه من البنطلون او الزيادة اللي شلناها من البنطلون. بنشيلها بطريقتين، ممكن نحلها كده غرزة غرزة، وممكن ان احنا بالمقص ونشيل حوالي النص سنتي اللي فيه الخياطة وننظفه بالشكل ده كده ونرجع نركبها. ودي الزيادة اللي احنا محتاجين نشيلها من البنطلون او الطول الزيادة اللي موجود في البنطلون. وهبتدي بعد كده ان انا اضيق الرجل شوية علشان ما يبقاش فيها كشكشة كتير، يعني في حدود 2 سنتي كده من تحت لحد الحجر من فوق بشكل تدريجي. هتشوفوه حالا ازاي احنا هنعمل. بقيس طبعا 2 سنتي من الخياطة مش من الاوفر، بأكد من الخياطة مش من الاوفر من اخر البنطلون، وهبتدي اعلمها كده عشان يبقى معايا خط مستقيم، عشان لو في مشكلة في تقفيل البنطلون او الخياطة داخلة وطالعة زي ما واضحة قدام حضراتكم يبقى انا مليش علاقة بيها، انا اشتغل بخط مستقيم عشان البنطلون يطلع معايا شكله نظيف. وبالتدريج زي ما واضح قدام حضراتكم ابتدي اخد الزيادة واسحبها على ما فيش ناحية الحجر. وبعد كده بعمل الزيادة اللي انا عملتها اعملها اوفر علشان شغلي يبقى نظيف بالشكل ده كده، وابتدي اجيب الاسورة. طبعا الاسورة اللي بتركب في الرجل ليها طريقتين، ان انا ما اقفلهاش بالشكل اللي قدام حضراتكم كده وابتدي اركبها مباشرة، والطريقة التانية سهلة للناس اللي هي مبتدئة او مش بيقدروا يتحكموا في المكنة او ممكن تلف منهم يمين او شمال. اهم حاجة خياطة الاسورة تبقى على خياطة الرجل من جوه بالشكل الواضح قدام حضراتكم، وهشدها كده، شد الاسورة مع الرجل واظبط القماش بتاعي. طبعا انا بركب الاسورة هنا مفتوحة، يعني مش مقفولة في بعضها، اهي مفتوحة. لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل ولايك وشير للفيديو، ولو من متابعينا الكرام اكتبوا لنا رأيكم في الفيديو، ولو عند حضراتكم اي اضافة اكتبوها لنا في التعليقات. دي طبعا الطريقة الاولى، بس بتكون سهلة على الناس اللي هي بتقدر تتحكم في المكان. انا ركبتها اهو زي الجاهز بالظبط، ويمكن افضل طبعا، ما فيهاش كشكشه كتير، شكلها نظيف. هنيجي بقى للطريقه التانيه للناس اللي هي مش بتقدر تتحكم في المكنه، ان انا لازم اقفل الاسوره كده على المكنه اخليها قطعه واحده عشان ما تلفش مني او تورور او تفلت مني حته وتخيط في حته تانيه. انا كده قفلتها وامسكها بايدي بالشكل ده كده وافتحها، وهعدي رجل البنطلون. خلي بالكو انا شغال على وش البنطلون مش على البنطلون من جوه، واحط خياطة الاسورة على خياطة الجنب في البنطلون من جوه يعني، وابتدي اقفلها بنفس الطريقة اللي عملت بيها الرجل الاولى. كملوا بس الفيديو للاخر، علشان فيديوهاتنا بنحاول نحط فيها كل التفاصيل الممكنة عشان نسهل على حضراتكم الشغل.
بالشكل ده ببتدي اركبها. انا كده ركبتها، باقي خطوة اخيرة وبكده نبقى خلصنا البنطلون بتاعنا. مهم جدا ان انا اعمل شغلي اوفر، ما سيبوش على النسله. بالنسبه للناس اللي بتشتغل لزباين، الشغل اللي انا بقوله لحضراتكم ده والتفاصيل دي كلها هي اللي بتخلي يبقى عندكم زبون دائم وبيجي لكم دايما. بكده ابقى خلصت البنطلون وهوري لحضراتكم الشكل النهائي حالا. ده شكل البنطلون بعد ما قصرناه وركبنا الاسوله تاني. ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هنشتغل على مجموعه جيوب شق وهنشرحها برضو بالتفصيل زي ما بنشرح مع حضراتكم دايما، واشوفكم في الفيديو اللي جاي باذن الله تعالى.